يعقوب من المديريه الصحيه بمحافظه المنيا. بنرحب بحضرتك معانا. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. مؤتمر مهم النهارده بيقام لمرض التراكوما. الهدف ايه من المؤتمر والمتوقع حدوثه بعد المؤتمر؟ التراكوما دي من المسببات للعمى الدائم، فالوقايه منها والعلاج مهم جدا لحمايه الناس من العمى. طبعا هو ده مش المؤتمر الاول، كان في مؤتمرات قبل كده وكان بالفعل نزلوا عملوا مسح حالات الاصابه وتم في مطايق اعطاء العلاج للمواطنين للحمايه من التراكوما. وبعدين النهارده بنجتمع علشان نحدد باقي المراحل الثانيه، يعني بعد مرحله العلاج في مرحله الجراحه للحالات اللي كانت مصابه بالفعل، وان شاء الله بعد المؤتمر هتتحط خطه عمل علشان اتمام عمليات الجراحيه اللي هتحصل. ده فيما يخص مطايق. باقي المراكز كمان هيتعمل فيها مسح وبعدين يمشوا في اجراءات المراحل المختلفه للوقايه والعلاج من التراكوما. راي حضرتك ايه يعني الاسباب اللي ادت لزياده التراكوما في مصر خاصه في الفتره اللي هو التراكوما دي بكتيريا بتصيب ملتحمه العين، فلها علاقه بالنظافه الشخصيه، فممكن في الاماكن النائيه والريفيه والاماكن المحرومه من وصول الميه، دي الاماكن اللي بيبقى او فيها البيئه مش صحيه، دي الاماكن اللي بتبقى اكتر ظهور فيها التراكوما. احنا يمكن في اواخر الشتاء وداخلين على فصل الربيع كمان شهر، حضرتك تنصح ايه خاصه مرضى حساسيه العين في فصل الربيع؟ هو النظافه الشخصيه اهم حاجه، يا ريت نهتم بغسل الوش، ده حاجه كفايه قوي وهتحمينا لو في اي اصابه في العين نلحقها بسرعه. احنا دلوقتي عندنا المراكز بمستواها عالي جدا، عيادات الرمد ممتازه، فيا ريت الناس لما تحس بحاجه ما حدش يتكاسل والناس تتجه للوحدات الصحيه والمستشفيات للحمايه من مرض التراكوما. شكرا يا دكتور، ان شاء الله باذن الله موفقين في المؤتمر ان شاء الله. شكرا يا فندم. شكرا يا دكتور.